مازلنا لسه في صراع الميركاتو الصيفي والصفقات اللي بتسعى لإبرامها بعض الأندية الأوروبية عشان تدعم صفوفها للموسم الجديد. في صفقات تم إبرامها وفي ملفات كتير فيها تعقيدات، منها رغبة الأندية في الإبقاء على لاعبيها أو طلب اللاعبين الرحيل للبحث عن تجربة جديدة في مسيرتهم. وخلينا نقول إن الميركاتو ده بدأ بداية قوية جدا بعد ما ضم مانشستر سيتي الصفقة الأبرز، وهو النرويجي إيرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند الألماني، وكمان ليفربول اللي تعاقد مع داروين نونيز لاعب وهداف بنفيكا البرتغالي، وساديو ماني اللي راح لبايرن ميونخ، تشاوميني راح ريال مدريد. وخلينا نبدأ باللاعب الأبرز في الميركاتو الصيفي، وبالتأكيد هو محمد صلاح قائد منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي. الأزمة لسه مستمرة بين محمد صلاح والمسؤولين في ليفربول على تجديد عقد المصري، والخلاف بينهم على الراتب اللي بيطلبه صلاح ومش موافقين عليه إدارة الريدز. عقد محمد صلاح هينتهي في 2023 وفاضل له موسم واحد بس مع الريدز، وهو دلوقتي من حقه انه يوقع لأي نادي أو يستنى ويرحل مجانا الموسم اللي جاي. لكن الجديد في الأزمة ان خرجت تقارير الفترة اللي فاتت وكشفت عن ان ليفربول بقى عنده نية بيع صلاح، وحدد سعره هو 60 مليون جنيه استرليني. التقارير كمان كشفت برضو ان النادي الأقرب لضم صلاح هو ريال مدريد اللي بيراقب الأوضاع دلوقتي، خاصة بعد ضياع صفقة مبابي. كمان نادي برشلونة دخل الصراع على ضم صلاح، ولكن بسبب الأزمة المالية اللي بيمر بيها النادي الإسباني هيفضل انه يستنى موسم كمان وينضم ليهم صلاح مجانا. ونروح للصفقة التانية وهي جابرييل جيسوس. نادي أرسنال خلاص اتفق مع مانشستر سيتي على ضم جابرييل جيسوس، وقيمة الصفقة هتكون 45 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنين، وبكده هيستمر جيسوس مع الجانرز لحد 2027. ونجح نادي أرسنال في التعاقد في الميركاتو ده مع فابيو فييرا لاعب وسط بورتو، وكمان اللاعب ماركينوس من ساو باولو، والحارس الأمريكي مات تيرنر من فريق نيو إنجلاند. صراع إنجليزي إسباني على اللاعب رافينيا. صراع جديد في الميركاتو الأوروبي بيجمع بين أندية أرسنال ونيوكاسل وتوتنهام للتعاقد مع البرازيلي رافينيا مهاجم فريق ليدز يونايتد، والمطلوب في نفس الوقت من برشلونة الإسباني. نادي ليدز بيرغب في بيعه مقابل 70 مليون يورو على الأقل، ورفض عرض من البارسا لضمه مقابل 35 مليون يورو، وطلب زيادة المقابل المالي على أمل تحقيق أكبر مكسب مالي في اللاعب. كنت معكم علي صلاح من صالة تحرير المصري اليوم.